أهلا وسهلا أحبائي تلاميذ مدرسة أشتار الابتدائية الأهلية، أهلا وسهلا بكم في مدرستكم مدرسة أشتار الأهلية. أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس الرياضيات للصف الثالث الابتدائي، معكم معلمة المادة أستاذ زينب. قبل بدء درسنا لهذا اليوم هناك مجموعة من نصائح التعلم عن بعد سنتعلمها سويا عزيزي التلميذ وعزيزتي التلميذة. اذهب إلى دورة المياه قبل بدء الدرس لكي لا يحصل أي قطع في المعلومات أثناء دخولك لدورة المياه. اطلب المساعدة من أحد والديك لتشغيل الجهاز. اجلس جلسة صحيحة كأن تكون بشكل مستقيم وعينيك إلى الجهاز مباشرة. اجلس حتى انتهاء الوقت لكي تستفيد من كل المعلومات الموجودة في الدرس. موضوع درسنا لهذا اليوم أحباء التلاميذ هو ترتيب الكسور. أما فكرة درسنا لهذا اليوم هي أن أرتب الكسور، أما أن يكون الترتيب من الأصغر إلى الأكبر، أو أن يكون ترتيب تصاعدي، أو من الأكبر إلى الأصغر أن يكون ترتيب تنازلي. أخذنا أحباء التلاميذ موضوع الترتيب في الأعداد من 1000 إلى 9999، وقمنا بترتيب الأعداد أما تصاعديا أي من الأصغر إلى الأكبر، أو تنازليا أي من الأكبر إلى الأصغر. يمكنني أن أستعمل الرسم أو النماذج لأرتب الكسور من الأصغر إلى الأكبر أو بالعكس. لدينا هنا مثال، يقول المثال: لعمل كعكة الشوكولاتة يلزم 4/6 كوب من الدقيق، و2/6 كوب من السكر، و1/6 كوب من الشوكولاتة. كيف أرتب هذه الكسور من الأصغر إلى الأكبر؟ إذن سنقوم برسم مستطيلات متطابقة لأمثل كل كسر موجود من هذه الكسور الثلاثة. سنقوم برسم الكسر الأول، وقمنا أولا برسم 6 مستطيلات صغيرة، وقمنا بتلوين 4 مستطيلات لتمثل الكسر 4/6. وقد تعلمنا سابقا عزيزي التلميذ أن الجزء الملون يكون في البسط، وعدد الأجزاء الكلية يكون في المقام. أما بالنسبة للكسر الثاني وهو 2/6، أيضا قمنا برسم هذا الشكل أو هذا النموذج، وقمنا بتلوين مستطيلان ليمثل الكسر 2/6. أما الكسر الثالث فهو 1/6، قمنا بتلوين مستطيل صغير 1. إذن لكي نحدد من أو لكي نرتب هذه الكسور، يجب علي أحباء التلاميذ أن أعرف أولا الكسر الأكبر والكسر الأصغر. عند معرفة الكسر الأكبر والكسر الأصغر يمكنني أن أرتب هذه الكسور حسب المطلوب في السؤال. إذن ألاحظ أعزائي التلاميذ، عند ترتيب الكسور يجب علي أولا أن أقارن بينهم. كيف يمكنني أن أقارن بين الكسور؟ تعلمنا في الدرس السابق درس مقارنة الكسور، عندما أريد أن أقارن بين كسرين أنظر أولا إلى المقام، ألاحظ أن مقام الكسر الأول هو 6، ومقام الكسر الثاني هو أيضا 6، ومقام الكسر الثالث أيضا 6. إذن المقامات متشابهة أو متساوية. عندما تكون المقامات متساوية سأبدأ بالنظر للبسط، سأنتقل وأنظر للبسط وأحدد من هو الكسر الأصغر الذي يكون عدد البسط فيه صغير، والكسر الأكبر الذي يكون عدد الكسر أو البسط فيه يكون كبير. إذن الكسر الأول لدي 4، الكسر الثاني لدي 2، والكسر الثالث لدي 1. من هو أكبر الأرقام؟
من هو الأكبر؟ أحباء التلاميذ ألاحظ أن الأربعة هو أكبر من اثنان وأكبر من واحد، إذن الكسر أربعة على ستة هو الكسر الأكبر. بقي لدي اثنان على ستة وواحد على ستة، من هو الأكبر بينهما أو من هو الأصغر بينهما؟ أريد أن أعرف الكسر الأصغر، لذلك أقول أن الكسر واحد على ستة هو الكسر الأصغر. إذا بعد معرفة الكسر الأكبر والكسر الأصغر يمكنني أن أرتب هذه الكسور من الأصغر إلى الأكبر. إذا ترتيب الكسور من الأصغر إلى الأكبر هو أولا نضع الكسر الأصغر الذي هو واحد على ستة فارزة، نضع الكسر الوسطي بعدها نضع الكسر الوسطي اثنان على ستة، وأخيرا الكسر الأكبر وهو أربعة على ستة. إذا قمنا بترتيب الكسور من الأصغر إلى الأكبر. نلاحظ أحباء التلاميذ عند ترتيب الكسور التي لها نفس المقامات يكون الكسر الأكبر هو الكسر ذو البسط الأكبر. إذا كما قلنا سابقا عندما تكون المقامات متساوية ننظر للبسط، وعندما نريد أن نحدد الكسر الأكبر ننظر إلى الكسر الذي يحمل البسط الأكبر. سننتقل أحباء التلاميذ إلى التمارين. ننتقل أولا إلى تمارين أتأكد. يقول التمرين رقم واحد من تمارين أتأكد أرتب الكسور من الأصغر إلى الأكبر. لدي أولا الكسر الأول وهو ثلاثة على ستة، والكسر الثاني وهو خمسة على ستة، والكسر الثالث وهو اثنان على ستة. عندما أريد أن أرتب الكسور يجب المقارنة أولا. ننظر أين أحباء التلاميذ؟ ننظر أولا إلى المقام. ننظر أولا إلى المقام، ألاحظ أن مقام الكسر الأول هو ستة، ومقام الكسر الثاني هو أيضا ستة، ومقام الكسر الثالث هو أيضا ستة. إذن المقامات متساوية. أين سننظر؟ سننظر للبسط. سننتقل للبسط، أحدد من هو الكسر الأكبر ومن هو الكسر الأصغر بالاعتماد على البسط. بما أن المقامات متساوية إذن سنعتمد على البسط. بسط الكسر الأول هو ثلاثة، وبسط الكسر الثاني هو خمسة، وبسط الكسر الثالث هو اثنان. إذن من هو الأكبر بينهم؟ الكسر خمسة على ستة هو الكسر الأكبر. أما بالنسبة للكسر الأصغر فلدي ثلاثة على ستة ولدي اثنان على ستة، من الأصغر بينهما؟ الاثنان على ستة هو الأصغر، إذن فهو الكسر الأكبر. خمسة على ستة والكسر الأصغر هو اثنان على ستة، إذن الكسر الأكبر بين هذه الكسور الثلاثة هو خمسة على ستة، والكسر الأصغر هو اثنان على ستة. إذن ترتيب هذه الكسور من الأصغر إلى الأكبر هو أولا نضع الكسر الأصغر وهو اثنان على ستة أول، اثنان على ستة فارزة، الكسر الوسطي ثلاثة على ستة، والكسر الأكبر يكون في النهاية وهو خمسة على ستة. ننتقل الآن أحباء التلاميذ إلى التمرين رقم 2 من تمارين أتأكد. أيضا يقول أرتب الكسور من الأصغر إلى الأكبر. لدي الكسر الأول وهو 1 على 4، والكسر الثاني هو 1 على 8، والكسر الثالث هو 3 على 8. يريدني أن أرتب هذه الكسور من الأصغر إلى الأكبر. عند ترتيب الكسور يجب المقارنة بينهم كما قلنا سابقا. أين ننظر عند المقارنة؟ ننظر للمقام، ألاحظ أن مقام الكسر الأول هو أربعة، مقام الكسر الثاني هو ثمانية، ومقام الكسر الثالث هو أيضا ثمانية. إذن المقامات غير متساوية، كيف سأساوي المقام؟ أحباء التلاميذ أخذنا سابقا هذه المعلومة، عندما يكون لدينا المقامات غير متساوية نضرب البسط والمقام في العدد معين لكي يتساوى مع الكسر الثاني. ألاحظ أن في هذا الموضوع استخدمت النماذج. إذا كان الشكل مقسم إلى أربعة أقسام، عندما أريد أن يكون مقسما إلى ثمانية أقسام سأقوم بتقسيم كل جزء في المنتصف.
إذن هذا الجزء الأول، هذا الجزء الثاني، هذا الجزء الثالث، وهذا الجزء الرابع. إذن قمت بتقسيم الشكل إلى 8 أجزاء. إذن نلاحظ أن الشكل الملون أو عدد الأجزاء الملونة أصبحت كم؟ أصبحت 2، وعدد الأجزاء الكلية أصبحت كم؟ أصبحت 8. إذن يتحول الكسر ويصبح 2 على 8. إذن سيكون الكسر بعد تقسيمه إلى 2 على 8. إذن الآن يمكنني أن أقارن بين الكسور. بما أن المقامات متساوية فننتقل للبسط. لدي الكسر الأول 2، والكسر الثاني 1، والكسر الثالث 3. من هو الأكبر بينهم؟ ألاحظ أن صاحب البسط الأكبر هو يكون الأكبر. إذن 3 على 8 هو الكسر الأكبر، و1 على 8 هو الكسر الأصغر. عندما أريد أن أرتب هذه الكسور من الأصغر إلى الأكبر، سأضع أولا الكسر الأصغر وهو 1 على 8، بعدها الكسر الوسطي وهو 2 على 8، وبعدها الكسر الكبير وهو 3 على 8. ننتقل الآن أحبائي التلاميذ إلى تمارين أحل. ننتقل للتمرين رقم 3 من تمارين أحل. أيضا يقول أرتب الكسور من الأصغر إلى الأكبر. لدي هنا الكسر الأول 2 على 6، والكسر الثاني 5 على 6، والكسر الثالث هو 4 على 6. يريدني أن أرتب هذه الكسور من الأصغر إلى الأكبر. قبل أن أرتب الكسور يجب أن أقارن بينهما أو أن أقارن بينهم لكي أعرف من الكسر الأكبر ومن الكسر الأصغر لكي أسهل عملية الترتيب. عندما أريد أن أقارن بين الكسور أنظر للمقام، ألاحظ أن المقامات متساوية. الكسر الأول مقامه 6، الكسر الثاني أيضا 6، والكسر الثالث أيضا 6. إذن ننتقل للبسط. بسط الكسر الأول هو 2، وبسط الكسر الثاني هو 5، وبسط الكسر الثالث هو 4. إذن من هو الأكبر بينهما؟ من هو الأكبر؟ إذن الكسر 5 على 6 هو الكسر الأكبر. أما بالنسبة للكسر الأصغر فهو 2 على 6. عندما أريد أن أرتب هذه الكسور من الأصغر إلى الأكبر، سيكون الكسر الأصغر أولا وهو 2 على 6 فارزة، بعدها الكسر الأوسط 4 على 6، وبعدها الكسر الأكبر وهو 5 على 6. ننتقل الآن للتمرين رقم 4 من تمارين أحل. أيضا يقول أرتب الكسور من الأصغر إلى الأكبر. الكسر الأول هو 3 على 8، والكسر الثاني 7 على 8، والكسر الثالث 1 على 8. عندما أريد أن أرتب الكسور أقارن بينهم وأنظر أولا للمقام، ألاحظ أن المقامات متساوية. إذا ننتقل مباشرة وننظر للبسط. بسط الكسر الأول هو 3، بسط الكسر الثاني هو 7، وبسط الكسر الثالث هو 1. من الأكبر بينهما؟ الكسر 7 على 8 هو الكسر الأكبر، هو الكسر الأكبر. بعدها الكسر الأصغر هو 1 على 8. إذن الكسر الأصغر هو 1 على 8. عندما أريد أن أرتب هذه الكسور نضع أولا الكسر الأصغر، لأن الترتيب من الأصغر إلى الأكبر، فنضع الأصغر أولا. 1 على 8 أولا، بعدها الفارزة. الكسر الأوسط هو 3 على 8 فارزة. الكسر الأكبر والأخير والذي هو يكون 7 على 8. ننتقل للتمرين رقم 5 من تمارين أحل. أيضا يقول أرتب الكسور من الأصغر إلى الأكبر. الكسر الأول أمامي هو 6 على 7، الكسر الثاني 3 على 7، والكسر الثالث هو 5 على 7. عندما أريد أن أرتب هذه الكسور أقارن بينهم أولا لمعرفة الأكبر والأصغر. ألاحظ عند المقارنة، ألاحظ المقامات، أنظر للمقامات، ألاحظ أن المقامات متساوية. إذن سننتقل وننظر للبسط. إذن سننظر للبسط. بسط الكسر الأول هو 6،
وبسط الكسر الثاني هو 3، وبسط الكسر الثالث هو 5. من الأكبر بينهما؟ 6 أم 3 أم 5؟ ولاحظ أن 6 هي الأكبر، إذن الكسر 6 على 7 هو الكسر الأكبر، أما الكسر الأصغر فهو 3 على 7. عندما أريد أن أرتب هذه الكسور من الأصغر إلى الأكبر، أضع 3 على 7 أولا فارزة، بعدها الكسر الأوسط 5 على 7، بعدها الكسر الأكبر وهو 6 على 7. انتقل الآن للتمرين رقم 6 من تمارين أحل. أيضا أرتب الكسور من الأصغر إلى الأكبر. لدي الكسر الأول 4 على 9، والكسر الثاني 1 على 9، والكسر الثالث 5 على 9. يريدني أن أرتب هذه الكسور من الأصغر إلى الأكبر. أنظر أولا للمقام لمعرفة من الأكبر من الأصغر. يجب المقارنة بين هذه الكسور لكي أستطيع أن أجد الكسر الأكبر بينهم والكسر الأصغر. عندما أريد أن أقارن بين الكسور، أنظر أولا للمقام، ألاحظ أن المقام متساوي، إذن سننتقل مباشرة وننظر إلى البسط. بسط الكسر الأول هو 4، وبسط الكسر الثاني هو 1، وبسط الكسر الثالث هو 5. من الأكبر بينهم أحباء التلاميذ؟ هل هو 4 أم 1 أم 5؟ ألاحظ أن 5 على 9 هو الكسر الأكبر، وواحد على 9 هو الكسر الأصغر. عندما أريد أن أرتب هذه الكسور من الأصغر إلى الأكبر، أضع الواحد على 9 أولا فارزة، أضع الكسر الأوسط والذي هو 4 على 9، وأخيرا الكسر الأكبر والذي هو 5 على 9. انتقل الآن أحبائي التلاميذ إلى التمرين رقم 7 من تمارين أحل. يريدني أن أرتب هذه الكسور من الأكبر إلى الأصغر. انتبه عزيزي التلميذ، هنا يريد ترتيب الكسور من الأكبر إلى الأصغر. هذه الكسور الكسر الأول هو 8 على 10، الكسر الثاني 5 على 10، والكسر الثالث 9 على 10. قبل أن أرتب هذه الكسور سأبدأ بالمقارنة بينهم. أنظر أولا للمقامات، ألاحظ أن المقامات متساوية، إذن سأنظر للبسط. لدي 8 للكسر الأول، و5 للكسر الثاني، و9 للكسر الثالث. من الأكبر بين هذه الكسور؟ نلاحظ أن الكسر ذو البسط الأكبر والذي هو 9 على 10 هو الكسر الأكبر، بعدها الكسر 5 على 10 هو الكسر الأصغر. كيف يمكنني أن أرتب هذه الكسور من الأكبر إلى الأصغر؟ أضع أكبر الكسور أولا، إذن سأضع 9 على 10 أولا فارزة، الكسر الوسطي والذي هو 8 على 10 فارزة أخيرا وهو الكسر الأصغر، إذن سأضع 5 على 10. انتقل الآن إلى التمرين رقم 8 من تمارين أحل. يقول التمرين أرتب الكسور من الأكبر إلى الأصغر. الكسر الأول هو 3 على 5، والكسر الثاني هو 1 على 5، والكسر الثالث هو 2 على 5، والكسر الرابع هو 4 على 5. عندما أريد أن أرتب هذه الكسور أحبائي التلاميذ، يجب أولا أن أقارن بين هذه الكسور. لماذا أقارن؟ أقارن لكي أعرف الكسر الأصغر والكسر الأكبر. كيف سنقوم بالمقارنة؟ ننظر أولا للمقام، ألاحظ أن مقامات هذه الكسور الأربعة متساوية، إذن سننتقل مباشرة إلى البسط. بسط الكسر الأول هو 3، وبسط الكسر الثاني هو 1، وبسط الكسر الثالث هو 2، وبسط الكسر الرابع هو 4. إذن من هو أكبر هذه الأعداد؟ 3، 1، 2، و 4. من هو أكبر هذه الأعداد؟ ألاحظ أن الأربعة هي الأكبر، إذن الكسر 4 على 5 هو الكسر الأكبر، أما بالنسبة للكسر الأصغر فهو 1 على 5. عندما أريد أن أرتب هذه الكسور الأربعة من الأكبر إلى الأصغر، سأضع أكبر الكسور وهو 4 على 5 أولاً فارزة، بعدها الكسر الوسطي الذي يكون أقل من الأربعة
وهو 3/5. إذن أضع 3/5 فارز، أضع الكسر الوسطي الذي يكون أقل من 3/5 وهو 2/5، وبعدها أصغر الكسور وهو 1/5. إذا قمت بترتيب هذه الكسور الأربعة ترتيبا من الأكبر إلى الأصغر. إلى هنا ينتهي درسنا الجميل يا أحبائي التلاميذ، ونلتقي في دروس قادمة إن شاء الله، على أمل أن تكونوا قد استفدتم من المعلومات الموجودة في هذا الدرس. الواجب البيتي أحباء التلاميذ في الصفحة 46 في كتاب التمرينات. إلى اللقاء أحبائي الحلوين، ونلتقي في دروس قادمة إن شاء الله.